مباشرة على الهواء. مساء الخير مشاهدينا الكرام. بين التفاح والكعك والمعمول يتلهى اللبنانيون في مبادرات وطموحات وسلال زعماتهم، فيما قد يكون المحصول كله للاستهلاك الداخلي فقط، والقرار منذ انقسام شعب لبنان العظيم على نفسه هو قرار خارجي. حتى ساعة ينام العماد ميشيل عون رئيسا في الرابية على الحلم، على الحلم يأخذه إلى الحكم في بعبدة قريبا، إلا أن قصر عين التينة يبدو وكأنه يلعب في الوقت الضائع مطمئنا على أن كلمة سر لم تبح بعد إلا بفخامة الفراغ. إيران تستنفر في قبالة المناورات السعودية والولايات المتحدة تنتخب رئيسا الشهر المقبل، فمن أين سيمر هذا الرئيس؟ ومن يتوهم أن اللبنانيين يمنون على أكثر من بطاطا وتفاح وليمون وكعك المناسبات، هذا إذا وجد. الليلة نستضيف معنا في استوديو ونرحب بأحد أقرب المقربين العماد ميشيل عون، عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. في الحلقة أيضا بعد قليل ستكون معنا ميشيل تويني، وهي مؤسسة أو مديرة مؤسسة جبران تويني، وأيضا نستضيف سفيرة هولندا في لبنان في حوار خاص، وهي السفيرة هستر سمسون، على خلفية الوثائق الذي أقامته السفارة منذ فترة قليلة مهمة في بيروت. أهلا وسهلا فيك أستاذ. بعدك عم تكتب إيه؟ مقدمة شوية، كلمتين كل المقدمة. لا بس حبيت تفاح وكعك ومعمول، وكأنه عم نطبخ رئاسة. لا قولي هاي شيء وهي شيء، يعني لازم اكيد ما نتلهى بالمبادرات، لانه هيدي يمكن فرص بالنسبه لنا كلبنانيين انقاذيه، ولازم نعطيها كل الجديه بالتعاطي مع. يمكن بالماضي صار في تلهي وهذا اللي وصلنا لهون، ان شاء الله هلا ما تكون هيك، وانا بعتقد انه منا هيك. اما الازمات اللي عم نعيشها هي كمان ازمات كثير خطيره. ازمات التفاح، انتم هلا عايشين غير ازمات، بس خليني اقول انه احنا زينا استوديو بالتفاح اليوم كثير حلو، لان حابين انه ندعم مزارعي التفاح اللي عم بيعانوا كثير هذا الموسم، يمكن اصعب موسم بيقطع عليهم من 100 صح. وخلينا نقول انه اكيد محاصيل كثيره حيكون عندها مشاكل، بس اليوم التفاح اللبناني بمعاناه كثير كبيره، رح نحكي بعد شوي. نعم. وعندنا طلب منك ان شاء الله كمان بتلبي بهذا الطلب، بيساعدون لمزارعي التفاح، هذا طلب مشترك منك كقطاع اعلامي ومنهم. بس اللي استاذ ابراهيم كنعان، اليوم بتعتبروا انه الرئيس ميشيل عون اصبح قريبا من قصر بعبده؟ لا، ولي هيدي من الملاحظات اللي دونتها انه نايم الجنرال على حلم الرئاسه. لا مش نايم على حلم الرئاسه، لا مش نايم اصلا، مش عم بينام وما بينام ولا بخلي حدا ينام. الجنرال وقالها بعتقد امبارح وعم بيقولها على طول، انه هذا الموضوع بالنسبه له الا ما يصير واقع، ما حدا بيتوهم لحظه. في كثير مرشحين وكثير رؤساء من 43 لليوم مرقوا بتجارب طويله عريضه، وبعتقد انه باللحظه الاخيره كان في تغيير، وكان في نحن مش هيك عم نفكر. نحن عم نفكر بمبادره قام فيها هلا مؤخرا رئيس سعد الحريري، بنعتبر انه المبادره حقيقه هي يعني جديه، هي منا وليدة ساعتها ولحظتها. حصل كتير بالماضي محاولات من 2005، أنا بذكر أنه كان في محاولات وكان في نقاش من أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري بباريس. رئاسية؟ مش رئاسية، هو بالمنفى انقاذية. نحن اللي عم نحكي فيه اليوم هو حقيقة إنقاذ للبنان، العيش المشترك، إنقاذ للبنان المساء، إنقاذ للبنان الدولة وقت اللي بيلتقى الأطراف الأساسية بالبلد. يعني مش عم بحكي بس ميشيل عون، محافظ الألقاب، سعد الحريري، لكن عم بحكي كمان سمير جعجع، عم بحكي حزب الله، سيد حسن نصر الله، عم بحكي واصلين لهم كلهم. بس إنقاذ، بس عم بحكي إنقاذ النظام السياسي والدولة اللبنانية ومؤسساتها، البلد اللي وقعتوه رهينة كل هذا الفراغ ينقذه اليوم انتخاب العماد ميشيل عون؟ بعتقد البلد اللي واقع بفراغ، وهذا كلنا عم نقر فيه من سنة التسعين، نحن واقعين بفراغ كبير. الفراغ بلش مع الوصاية السورية. لا 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 لا، خلينا نحكي 2008 2009 2010 كان في نمو 9%، كان الوضع مش بهذا السوء. سوريا ما كانت الاوضاع على هذه، لا بالمنطقه ولا بالداخل، لا كنا بهذا السوء. اسمحي لي بس كفي، لانه انا ما قلت غير جمله. لا قلت من التسعين فراغ. إلي حق انه انا اعطي رايي، انا رايي انه من انا
بس لازم نشرح للناس كيف فراغ؟ ما انا عم بشرح، ما مش عم تسمحي لا عم تنقل على قصص ثانيه. لا هيدي انا بنقول ما في مشكله أنا... بس خلينا نناقش، هيدا مش مونولوج لانه ولا خطاب. لا انا ما قلت مونولوج، اذا بتحبي تكفي انا عم بسمع. بالعكس انا بدي اسمعك لك. بس جاوبني على سؤال. ما انا بدي جاوب بس على طريقتي. يلا تفضل. لا من التسعين في فراغ. لانه الدوله افرغت من الديمقراطيه، من قانون الانتخاب، من القوانين، من الدستور، من المؤسسات. بدك تقولي لي انه الممارسه من التسعين لل 2005 تصلحت بعد ال 2005 هيك بصح الساحر؟ لا، بدنا نكون واقعيين مع الناس. وبالتالي نحن عم نقول اليوم في مبادره، في فرصه. الفرصه هي بتصليح خلل، خلل كبير صار له من التسعين. مش نحن وقعنا الناس فيه، نحن عم بحكي كطرف سياسي وما بدي احكي عن غيري من الاطراف اللي بيحكوا. نحن دفعنا ثمن، نحن نفينا 15 سنه بهذا النظام السياسي. اليوم رجعنا ولكن للاسف ما قدرنا كلنا سوا من ال 2005 لليوم نشكل رؤية وطنية مشتركة نشارك فيها مع بعضنا، نقدر نحمي البلد، نقدر نرجع لدستورنا ومسائنا بكل المشاكل. اللي عم بيصير اليوم هو هيدا، مش طبخة رئاسية، مش عملية سلطة. نحن وقت اللي تحاورنا مع القوات اللبنانية على وكانوا يعني بتعرف الخصومة الكبيرة اللي كانت موجودة، حتى كان يعني 30 سنة من البعد ومن الدم وإلى آخره. لا عم بعطي أمثلة. لا رح نوصل لهيدي المصالحة. حزب الله، الخلاف اللي كان موجود والتفاهم اللي حصل، اليوم اللي عم يحصل مع تيار المستقبل، المحاولة اللي عم تصير مع تيار المستقبل. نحن برأينا هذا البلد اللي قايم على التعددية، اللي قايم على التنوع، اللي قايم على ديمقراطية، ديمقراطية حقيقية مش ديمقراطية بالشكل، ما بيقوم إلا من خلال هيدي الرؤية الوطنية المشتركة بين الممثلين الحقيقيين للعائلات اللبنانية، اللي هي أن يكون العماد عون بالنهاية رئيس جمهورية. العماد عون لا ولا مش عم بجرب إنه قاطعك، عم بجرب أفهم هذه هي الرؤية. أنا عم جاوب. لا مش هاي الرؤية بس، هيدي جزء. العماد عون يرمز إلى ماذا؟ سعد الحريري يرمز إلى ماذا؟ نبيه بري بدعم الشيعة اليوم أو الطائفة الشيعية، نحن بنظام طائفي، ماذا يرمز؟ بس سعد الحريري برات السلطة اليوم وما في شيء بيقول. مين قال إنه هو بالسلطة؟ والعماد يعني عون كمان خارج السلطة، بتكون عملية اليوم. إنقاذ للبلد. لا أنا بس خليني معك بس نفني بدي رد على هيدي، لأنه بس حتى ما تعلق بذهن الناس إنه لا أكيد سعد الحريري إذا وحده والعماد عون إذا وحده من دون شعبه من دون ناسه، أما لا، أما إذا هالقوى السياسية التقت على رؤية وطنية مشتركة وفاتت على خلفية أنه تأسس دولة بلبنان تحت سقف القانون والدستور، لا أكيد بتعمل فرق كبير. طيب أستاذ إبراهيم بدي أقول لك شغلة. امبارح العماد ميشيل عون كان بمقابلة مع زميلنا جان عزيز على التلفزيون لساعتين ونص، حضرناها جميعا. تشعر وحتى اليوم حضرتك اللي بعرفك يعني عادة نبرتك عالية وصوتك قوي هيك مصابين بهدوء هالفترة، كتير حلو وكتير يعني خلينا نقول بأوضاع البلد. بس أنا بستغرب سمعتك كتير أنه شو المطلوب. لا خليني أقول لك. الناس ما عم بتصدق، يعني انا امبارح عم بحضر الحلقه وعم شوف تويتر. عم شوف ردة فعل الناس بنفس اللحظه. على الكلام اللي قال صرنا لمين كذا تنكت زيت، اللي قال انه عم بتضحكوا علينا، في ازمه ثقه. انسى الزعامات السياسيه اللي بتضطر بلحظه معينه تعمل مساومه توصل شخص، في ازمه ثقه. الناس ما عم تصدقكم. منصرخ 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 كل الايام، بيجوا بيقولوا لنا طيب ليكو في مجال فتحنا هون شباك بركي بتفوتوا منه على موقع ما، منصير الناس محبة وسلام منوزع على العالم. امبارح كانت مقابلة كأنه ما يريد أن يسمعه المشاهدون، بدي أحكي عن السنة وطمن الشارع السني وقول له أنتم عظمين وحبوبين. ونسوه كل هذا الماضي، بدي طمن الرئيس بري وقول له سلتك على العين والراس بهالما، يعني كأنه بس تعرفي توزيع هيك. تحضرت المقابلة أكيد لأنه ما كنت بتسأليني عنها لو ما حضرتيها. لا مش صحيح هذا الكلام. ما كان رايق العماد مش كان رايق، وعلى طول في ايامات كثير بيكون رايق العماد عون، يعني منا مش شغله وانا مش اول مره. هذا سحر استاذ جان عزيز عليه على كل حال. مثل ما بتحبي. جان قولي بيسحر على كل حال، بس بعتقد لا شوي اكثر من سحر جان عزيز. لانه لا بعدين سحر اللا اسئله الحقيقيه تبعك مضبوط تما الناس تصدق انه هذا رايك. هذا رايك وانا بحترم رايك، بس انا مش هذا رايي. لانه اولا ما قال العماد عون تنصحح للمشاهدين، ما قال انه سلت الرئيس بري على العين والراس. لا بس على قدرة بالمجلس عمله المجلس المش شرعي، قال له نحن الاشخاص شرعيين. لا ما قال هيك. قال الاشخاص نحن شرعيين مثل نحن شرعيين. لا ما قال نحن شرعيين ابدا، بالعكس قال نحن مش شرعيين وانا سويتك بنفسي لحتى ما تقول. بس في امر واقع اليوم. لا امر واقع. طيب المجلس بينتخبه شرعي او مش شرعي؟ بولا
من اي مجلس بده ينتخب جاوب. العماد ميشيل عون؟ لا انا رح اسمع، لا مونولوج صار. عم بسالك المجلس بده ينتخب العماد ميشيل عون شرعي ام لا؟ بتحبي جاوب على كل اللي حكيتيه او بتحبي تاخذيني بس على اسئله معينه بتاخذي منها جواب وبتسجلي فيها موقف وبرافو؟ انا مش هذا، انا الليله مش جاي لقعد اسجل مواقف، انا جاي لاشرح شو صار. اذا المشاهدين حابين يعرفوا انا حاضر. بس عندهم ذاكره هالمشاهدين يا استاذ ابراهيم، ما نحترم ذاكره. بترجاكي ما تحممي. طيب. انا قلتها بمقابلات سابقه مع صحفيين كثير انه حرام التعميم، التعميم مثل واحد عم بيشارك بالجريمه. ما فيك تقولي كل الناس مثل بعضها، ما فيك تقولي كل الناس امبارح كانت عم تنتقد العماد عون، ما فيك تتجاهلي. انا عم بقول لك على التايم لاين كنت عم بتطلع. الناس عندهم ذاكره، انا بعرف انه الناس عندهم ذاكره. الناس اللي عم بيحكيهم عم بيخاطبهم بالذات، مش مقتنعين. بس كمل لي. لا ما مش عم بقدر. تفضل. اولا العماد عون رفض السله. ومبارح رفضها بهدوء، رفضها بنبره، رفضها على منبر التيار، رفضها بمقابله من عشي، رفضها. قال نحن ما فينا نمشي باي شروط تكبل الرئيس، تحد من صلاحياته وتعتبر ممر الزامي. قال العماد عون. طيب اذا قال له للرئيس بري انه ايه انا ما عم بعتبر انه المجلس مش موجود، هذا قايلينه 200 مره، نحن اللي طعنا، ولكن طلع بالمحكمه الدستوريه العليا طلع قرار اعتبر انه هذا المجلس موجود ونحن تعاطينا معه انه موجود كامر واقع، والا ما عم ننزل على المجلس وما عم نحضر اجتماعات لجان، ووقت بيكون في هيئه عامه تحت تشريع ضروره عم نروح. فاذا هيدي النيونسات كثير مهمه. لا نحن مش عم نكذب على الناس، لا نحن ما ضحكنا على الناس، نحن رفضنا التمديد مرتين، نحن عملنا طعون مرتين، نحن بقينا وحدنا حتى من دون حلفائنا بهيدي القرارات اللي اخذناها. فاذا خلينا نكون منصفين باللي بدنا نقوله، نحن بنتحمل مسؤوليه اللي عملناه وهيدا اللي عملناه، نحن رفضنا التمديد. اليوم شو عم نقول؟ عم نقول هالمجلس امر واقع وموجود. قانونيا المحكمه العليا الدستوريه شرعته مش انا، بس لكن نحن بنعتبر شرعيته الشعبيه، وهيدا اللي قاله العماد عون امبارح، يعني ليجيتيميتي بوبولير، لطالما لم يحصل انتخابات نحن كنواب ما جددنا شرعيتنا، يعني ما رحنا عند الناس قلنا لهم بدكم ايانا او ما بدكم ايانا، ما عطوا رايهم فينا، وهذا حقنا نقول انه هيدي ملاحظه لا تستهدف لا الشخص بمعنى شخص الرئيس بري ولا الطائفه الشيعيه الكريمه، اذا حدا عم يعتبر انه هيدا موضوع بيستهدف طائفه، هذا اللي قاله العماد عون، فاذا خلينا نحطها على جنب. هلا يعني ما بعرف ليه اعتبر منتصر الرئيس بري وزع كعك اليوم وسلال ليه اعتبر انه كانه بالعكس هو انتزع اعتراف وتصرف على هذا الهيدا كانه بعتقد انه حق الرئيس بري يعمل اللي بيريده بالسياسه، وبعتقد بكركي مثل ما سمعنا كلنا وسمعتي علقت على مشان هيك حضرتك ذكرت المعمول. لانه شو كان المعمول؟ خلفيه المعمول كانت انه عال اذا اعتبر الرئيس بري انه هو ومعنا هو متفق معنا يعني بكركي، يعني معناتها تخلى عن السله او ما عاد في سله بالمعنى اللي كان الرئيس طارحه، وبالتالي اهلا وسهلا نحن متفقين ما في سله تشترط انتخاب رئيس جمهوريه. اذا المواقف بعدها مثل ما هي. هلا اليوم ما فيك تمنعي رئيس مجلس نواب او نايب او رئيس حكومه سابق الى اخره يتصرف مثل ما هو بريد ويعطي المساج اللي هو بريد، وده هو يسال عنه. في مرشح بيحكي او بيشير الى انه هنالك أسوأ من السله، انه هنالك في ورقه مكتوبه بين استاذ نادر الحريري اليوم بجريده السفير اكيد شفتها، وبين خلينا نسمي الامور الوزير فرنجي هو اللي سال عن ورقه بين استاذ نادر والوزير جبران باسيل، مش هيك؟ طيب نحن امبارح جاوب الجنرال عون، نحن كل اللي بحثناه مع الرئيس حريري خلال او بين الاستاذ نادر والوزير باسيل كان الخطوط العامه، بمعنى نحن شو رؤيتنا للحكم، شو رؤيتنا لقانون انتخاب، بمعنى الوزارية. الخطوط العامه تركيب الخطوط الوزارية. العامه ما حكينا باسماء ابدا، ما حكينا ان هذه الامور الاوراق والى اخره وغيره، نحن معطل او بلاش ما نسميه، هيدي كل شيء اسمه مبادئ عامه تبحث بين اطراف سياسي داخلي. وقت تفاوضنا مع القوات اللبنانيه سنه ونص عشو تفوضنا على جنس الملايكه؟ طب هو مش سله؟ ايه؟ يعني هدول بيفرقوا عن السله؟ معلوم ليك شو حلو هلا الدبا خلي يعرفوا لا السله وقت اللي بتحكي بسله يعني معناتها انت بدك تنجزي وقت اللي بتقولي بسله اتفاقات مسبقه بدك تعملي اتفاقات مسبقه بده يلزم فيها رئيس جمهوريه قبل ما يصير رئيس جمهوريه، هذا هون هي كل النيونس. اما اذا كان مفهوم السله مثل ما الرئيس بري رجع وضح بعدين وان شاء الله يكون فهمي هيك انه لا نحن عم نعمل تفاهمات فيها تكون اليوم فيها تكون بكره فيها تكون بعد بكره فيها تكون بعد انتخاب الرئيس، المهم انه نحن بدنا نشتغل على تفاهمات سياسيه، ايه اهلا وسهلا، نحن اكيد لبنان ما بيقوم الا على تفاهمات سياسيه، هون بنكون سيرنا كل عمرنا نقول ليش شو عملنا مع الحزب؟ ليش شو عملنا مع القوات اللبنانيه؟ وشو عم نعمل اليوم مع تيار المستقبل؟ شو ممكن نعمل بكره مع غيره؟ نحن كلنا سوا مدعوين انه نعمل تفاهم وطني واحد بس، رؤيه وطنيه وحده للبنان،
تيبقى في لبنان وتيبقى في دوله. طيب التجربه السابقه عام 88 لما كان باسر بعبد الجنرال ميشيل عون كمان ذكر فيها بتويت مرشح سليمان فرنجيه، نعم، كانت كارثيه على لبنان، كانت كارثيه على الرئيس اللي سم حربين، حرب الغاء وحرب تحرير، تدمير للبلد. المجتمع المسيحي لحد اليوم يقال انه يدفع ثمن هول السنتين اللي كان فيهم عماد ميشيل عون. هيدا قبلنا او ما قبلنا بالسلطه. مين بقول هيك؟ المجتمع المسيحي بقول هيك؟ في كثير مش هيك اخذنا سمع استاذ ابراهيم، سمع بس سمع استاذ في اصوات، نعم سمع وقريها شي 1000 مره او لا، بس انا يعني معلش خلينا نقول انه بس عم بعطيكي لما نحكي بالبديهيات ما حتى ما تقول ابراهيم كنعان اللي جاي يا لطيف، ومثل ما سمعت احد النواب اليوم بيقول مغريات الرئاسه وكذا، لا يا حبيبتي لا لا، للنفى 15 سنه كان بيقدر يعمل رئيس جمهورية من دون كل هالعذاب. طيب يلي رجع على لبنان ورفض بكل المرحلة اللي كان فيها انه يساوم على قناعاته كمان انه طيب على الوحدة الوطنية والعيش المشترك. فكرة انه بده تفاهمات مسبقة لان ما بنعرف، مش هو عماد عون قال عن حاله انه انبريدكتبل قالوا عنه الامريكان؟ هيك قالوا عنه هو، بس هو ما كررها وقال قال شو قالوا عنه ايه مزبوط ايه؟ بس قالها بس فيني ارجع ل ما قالها بافتخار يا استاذ ابراهيم، قال لهم انا ما فيني اتوقع طيب مني شو فيها غلط ومني مربوط. طيب يعني اللي عم بيجي يقول له نحن ببلد حق الافخاخ، بس تخلصي انا بحكي ايه ما خليني كمل، خذي راحتك، نحن بلد حق الافخاخ، مش مفروض جنرال مثل ادائه بالسياسه إيه؟ انه يكون في تفاهمات مسبقه قبل وصوله شو بده يعمل بالسلطه؟ بقدر جاوب؟ طيب اولا فرق كبير بين يكون قائد او ليدر انبريدكتبل بمعنى ما بيعرفوا شو الخطوه الثانيه اللي بده يعملها، اما يكون شخص ما بيلتزم بتعهداته، فرق كثير كبير. ميشيل عون عمل تفاهم مع حزب الله، التزم تحت القصف والضرب والتهديد وال2006 والحروب والبدكه بكادر هالتفاهم. ميشيل عون عمل تفاهم مع القوات اللبنانيه، هيدا سمير جعجع موجود، هيدا هو موجود، خلينا نسال بعض، نسال لنا اكثر من سنه وسنه ونص سنتين ولا حادثه. نحن معروف عنه للعماد عون من بداياته انه ايه بخاصم بخاصم وبحالف بحالف، تعهدات شيء، تعهدات شيء، وتوقع الخطوات المستقبليه لخصمه إيه اكيد امر اخر. ليه ما معكم حدا اليوم بتطلع على الساحه؟ خلينا بدك نعدهم، حزب الله بيقول انه هو مع الجنرال ودعمه مزبوط، رئيس بري معكم بعده لهلا عم بيقول مرشح سليمان فرنجي، خلينا نتجاوز رئيس بري معروف، رئيس يعني الحريري بعده عنده مشكله داخل كتلته ولم يعلن موقفا داعما للعماد ميشيل عون، مش معناتها مش معه لحد هلا كان ببنشعي عن سليمان فرنجي، طلعوا قالوا تنهار بعده مع سليمان طيب فرنجي. طيب نحن هلا هي لحظه، هيدا خصمكم بس حلفائكم مش معكم، ما بدنا نجاوبك يا عم البعث مش معكم، ليه مش معكم؟ طيب ليه عاصم انصو مع سليمان فرنجي؟ زعلانه انت؟ عم بسالك استاذ ابراهيم طيب انا بدي جاوب يا عم ايه تفضل اكيد، بس ليش هالقد عم تترجيني؟ ابدا ما انا عم بترجيك جاوبني بس على السؤال مش على حد، انا جاوبتك على كل الاسئله بس الايحاء اني مش عم جاوب على الاسئله ظلم، لانه ما عم جاوب الا على الاسئله. اولا مين معه ومين مش معه، انا بالعكس تماما مع اسمحي لي خالف رأي، انا رايي الرئيس حريري ما اجى بمبادره على لبنان بدون ما اقول لك معلومات اكثر، لانه امبارح حكي الجنرال وقال متفقين على كل شيء، ما سمعت الرئيس حريري كذب او نفي، معلش ما حكي بعد ما لين، بس ما حكيها العماد عون علنا امبارح وقال انه ايه نحن اتفقنا وعدنا وحكينا التفاهمات، لا لا ايه ما قلنا سله، نحن ما عم نستعمل ما عم نشتغل على سلل بمعنى اللي حضرتك عم تجربي يعني توحي فيه من خلال الكلام اللي عم ينحكى بالبلد، لا مش سله، كاين خطوط عامه، نعم، شو بدنا نحكي؟ مبادئ سياسيه، بدنا نحكي اداء، بدنا نحكي نشوف نحن مع بعضنا كيف بدنا نتعاطى مستقبليا، اكيد حكينا. فاذا لا هذا الكلام انه ما حدا معنا، القوات اللبنانيه مش معنا، حزب الله مش معنا، اليوم الحوار اللي صاير مع تيار المستقبل بدون ما الزمه انا للرئيس حريري باي موقف، ولكن من الواضح انه من كلام العماد عون امبارح من كل اللي عم ينحكى بالبلد انه رئيس حريري اخذ هذا الخيار على الاقل ضمن خياراته الاساسيه، على الاقل تما انا اكون عم بحكي اكثر من ما هو مش الكل بفضله سليمان فرنجيه؟ ليه بده يفضل؟ صحتين على قلبه اذا بفضله بولا، انا عم بقول لي عم تقولي لي مين معكم؟ قلت لك مين معنا؟ حزب الله معكم اكيد، انتم على ثقه بذاتي اكيد. طيب بس فيك تشرح لي هذه المفارقه؟ نعم. اليوم حزب الله كطرف قوي داخلي لبناني عنده كل هذه القوه، بيفتح حرب من هون لليمن، ما بيقدر يجي يقول له لسليمان فرنجيه انت مش بس عيننا واكثر، مرت الجاي دورك ونحن حافظين لك اياها، هلا الجنرال اكبر منك بالسن وبكل شيء، ما تقول لي نحن مش طالبين، بس مش طبيعي، بس خلص مرسي ممنونتك، أنا مش عم تمني علي فيها بس لحق اسال ما سؤال، ما تخليني جاوب ما بعد ما جاوب خلصت، روق علي 30 ثانية اعطيني تفاحة اذا بتحب تروقي، اعطيني 30 ثانية اعطيني 30 ثانية تفاحة الحمراء طيبة، لا لا كثير رايقة، انا مبسوطة برواقك بالعكس عم استفيد منه.
في هيدي بعد في اشياء كثير بتستفيدي منها. اذا حسب الله بده فعلا حليفه جنرال ميشيل عون بيقدر يمون على سليمان فرنجيه بهذيك. هذا الشغله الثانيه ما بيقدر يمون على الرئيس بري اللي كل هيدي سنين الثنائيه الشيعيه بتنسق بالصغيره وبالكبيره، بيطلع الرئيس بري بهذه المواقف بهذا الشكل ضد حليف الحليف. منا مستغربه استاذ ابراهيم عن جد صراحه، يعني بليز صارح الناس ما ترد علي. وقت اللي بتحبي تفضل، وقت اللي بتحبي فيني جاوب. اوكي. طيب اولا حزب الله نحن مثل تيار المستقبل، مثل رئيس بري وحركه امل، مثل تيار المردة، مثل القوات اللبنانيه، حق علينا نحترم موقفه. مش هيك؟ ما إلي حق انا وانت حقك، لانه انت صحفيه ولك حق واعلاميه، لك حق تحلل النوايا مثل ما بتريدي. انا اليوم في مواقف معلنه امانه، منيح؟ واكثر من هيك في اداء بعتقد انه بعرفه اكثر من غيري، بعرف شو عم ينعمل، عرفتي؟ قمصان سود سبع ايام ما حكيت عن هيدا سارة. انت هلا مين عم بيجاوب؟ حزب الله بيطلع بيقول له خليك مرشح للمرشح الثاني اللي مش داعمه، بتحب وقت هو عن جد بده يوصل الجنرال. بس هو انا بتركها للمشاهدين هلا مين عم بخلي الثاني يحكي. طيب يلا تفضل. دكور ومرقتي سبعة ايار ومرقتي بعد رح يمرق اكثر الاشياء اكثر، ما في مشكله. انا اللي عم بقوله نحن عم نفتح صفحه جديده. نحن عم نقول هذا البلد حرام. بلشت مقدمتك وعم تقولي انه البلد وعم يتلهوا بمبادرات والناس عم هلكانه وما حدا مصدق. على قليله خلينا نحكي الناس شو الايجابيات اللي ممكن انها تحصل، شو المنيح باللي عم بيصير، شو الجيد يلي عم شو اللي عم يعمل حزب الله؟ حزب الله حسب اليوم الاداء اللي نحن بنعرفه واللي هو عم يعلنه عم يعمل مساعي، لانه لا مش مثل ما كل الناس مفتكره انه هنالك افرقاء بلبنان تقدر انه والله انه الرئيس بري ما عنده حيثيته، ما عنده حالته ضمن ضمن الوسط. بنكون عم نتجنى على بعضنا، بنعرف الرئيس بري وبنعرف انه عنده حالته وعنده حيثيته، الوزير فرنجية عنده حالته وعنده حيثيته، كل واحد عنده حالته وحيثيته. وحزب الله ديمقراطي لا يتدخل مع احد حتى بالمونة، لا يمون على حلفائه. ما في مونة بالسياسة لانقاذ لبنان من فراغ عمره سنتين وشوي، لانقاذ الوضع الاقتصادي. يعني في خدمة كبيرة للبلد بايجاد رئيس. مبادرة الرئيس الحريري لم تصل بعد، يعني اليوم رئيس حريري طلب اكيد وقت، والوقت له وكل الدعم له حتى يوصل بهالمبادره اللي عم بقوم فيها لانقاذ هذه الازمه اللي نحن كلنا سوا عم نمر فيها. ولكن كمان ما نحرق المراحل. اليوم حضرته هو رئيس حريري حكي اللي حكيه، عمل جولته، غادر ورجع على لبنان وراح على موسكو. سمعت شو قال من موسكو؟ تحمل حزب الله المسؤوليه. ما بتوافق معه استاذ ابراهيم كنعان؟ قلت لك راينا، ما نحن هذه على هالنقطه مش ملتقيين، يعني خلينا نحكي كل الامور. نحن ملتقيين على الوحده الوطنيه، نحن حتى ملتقيين انه بالماضي صار في تعاون بين تيار المستقبل. هيك كيف ولا بقوم البلد، بقوم لبنان على اذا بدك الغاء مكون ميشيل شيحه. شو قال؟ بعدني هلا سالتيني شو عم بكتب، بس كتبت جمله وحده قايلها ميشيل شيحه بي الدستور اللبناني، انه لبنان بلد ما بيشبه حدا، لبنان بلد بيشبه حاله، والغاء اي مكون هو الغاء للبنان. انت فيك تكوني بتشبهيني وانا ما بشبهك، بس انا ما فيني الغيكي او انت تلغيني. من هالمنطلق نحن العماد عون وقت اللي عمل تفاهم مع حزب الله وعمل تفاهم مع القوات اللبنانيه بعدين، واليوم عم نسعى انه هالتفاهم يكون تفاهم وطني ياسس لقيام دوله فعليه. شو عم نعمل نحن؟ هيدا لبنان. بس استاذ لبنان التنوع، ما فيك تفرضي على حدا. هيدا لبنان التنوع. اليوم اكثر انا ماني ملتقى مع حزب الله على كل شيء 100%. بس ضمن هذه التيارات السياسيه الموجوده نزلتوا على الشارع، قلتوا تيار المستقبل يشبه داعش، احد وزرائكم وزير الاتصالات اولى السحناوي مش انه مواطن عادي قاطع على الطريق حمل هو يافطه، هاي انا ايسس، ايسس في يلبس كرافات زرقاء كمان. طيب اليوم كيف تقنع الناس انه تاني نهار باصرب عبده ما بترجع الى السلوك نفسه والطريقه نفسها؟ وهذا الكلام الحبوب بيبقى مستمر؟ بحب شغله، ما في كلام حبوب، انا مش جاي لعندك لاحكي كلام حبوب، وهيدي المقارنات ما رح تفيد حدا. نحن كلنا مرقنا بسجالات بالبلد، كل الناس سجلت، كل الناس شو بجيب لك شو قايل، شو قايلين ناس من تيارات سياسيه مختلفه ومتنوعه بما فيها المستقبل ونحن وغيره، انه هيدي على الاقل كتر خير الله ما قصمت البلد، كتر خير الله ما وصلت لفتنه بالبلد، قدرنا نكون واعيين. والى ما في حدا يقاتل يا استاذ لا ما هلا عم تنقضي حالي، تعلق على هالطريقه سنيه شيعيه شيء وتعلق بين طرف مسيحي لا وطرف. ممكن تعلق بين طرف سني وشيعي لانه في سلاح موجود بين الناس. مشان هيك عم بقول انه ايه بصير سجل سياسي، هي بسموها رحت مره مشوار على اوروبا وكنا مدعوين كلجنه نيابيه
وكان معنا زملاء نواب، كان عندي محاضرة بمركز دراسات يعني نخبوي، بقى كعم حضر كلمة وبذات الوقت عم بستشير ناس لبنانيين موجودين هونيك وعندهم خبرة، وعم برد. تعرفي واحد بيكون أول منه يعني بيجي أوقات مواقف بده يرد عليها، قالوا لي كلمتين: don't be polemical. إذا بدك تبني دولة ما تكوني سجالية، إذا بدك تحكي حتى بدك تعملي عم بقول لك شو تعلمت من تجربتي. لا بس ما لي حق استغرب إنه استغربي حلو استغربي، بس أنا لي حق أقول لك تجربتي وين وصلتني بدون ما يكون هالشيء لا تملق ولا ترغيب ولا ترهيب. نحن جماعة صادقين باللي بنقوله، نحن إيه بس جينا بال 2005، أنا عم بحكي عن حالي ما عم بحكي عن زملائي، يمكن هن عندهم خبرة أكثر مني مليار مرة. أنا أكيد اكتسبت من خبرتي، أنا اكتسبت من الأداء. يعني كنتوا تعملوا بوليميك وهلا لا؟ ما كنت ما بقول ما بدعي إنه كنت أعمل بوليميك أو لا عن قصد، بس أكيد اليوم نحن بظرف كثير استثنائي، نحن بظرف بحاجة فيه لكل ذرة عقل ولكل تفكير جدي لبناء ثقة بين اللبنانيين لنقدر نطلع من هذا الوضع اللي نحن فيه. بكره في مجلس وزراء بدي اسالك بدك تخبريني عنه. عن هيدا حمل ارما وهيدا شو قال؟ حمل ارما وزير معك، وزير اتصالات، خليني اقول من يعني الشخصيات اللي موجوده بالتيار بشكل. انا ما انا بدي اقول لك شغله، هلا اعطيتيني كذا مثلا كودر ما هيك كذا كذا شغله حكيتيها هلا حضرتك قلتيها، منها انه العماد عون قال له للرئيس بري انه على راسي سالتك ومش قايلها. انتبه ما قالها حرفيا، ما بس قال. كان الكلام امبارح ايه تجاه شخص كيف واضح انه فاتح حرب على، هلا بتقلي ايه مش فاتح حرب وحامل سلاح، فاتح حرب بالمعنى المجازي. نعم. على عماد ميشيل عون على انتخابه رئيس اليوم. رأس الحربة هو نبيه بري، امبارح كان سالم جد. مين رأس الحربة لكان؟ مين مانع اليوم انتخابه؟ بتحبي اقول لك رأيي؟ الرئيس بري نعم هو معترض على 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 العماد عون، نعم هو مش مع العماد عون اليوم يمكن، ولكن واضع شروط معينه، بس نحن امبارح اكدنا على موقفنا، نحن ما قلنا على راس نحن يا عم نزل شارع هدد بشارع ضد شارعكم ما في مشكل. احد كوادر حركه امل هو اللي عم بينزل يسكر الشوارع ليفرج العماد ميشيل عون. اذا فكرك الشارع عندي شارع كمان شو عم بتثبتي لي؟ مش عم ثبت لك شيء، عم بتقلي انت انه عادي رئيس بري انه بعد شوي حبيبنا. انا قلت لك عادي؟ لا شو منيح اللي بعدها من دقيقه شو قلت لك؟ قلت لك العماد عون اعترض امبارح، قلت لك راس حربه، قلت لي لا ما انه راس حربه مزبوط او منه راس حربه بمعنى الرفض المطلق. طولي بالك شو بعد في راس حربه؟ في حكي عم ينسير بالبلد بين كل الناس، طولي بالك انه شو عم بقول لك اكثر؟ قلت لك معترض نعم، قلت لك واقف بوش ترشيح العماد عون نعم، بتحبي هدد بالشارع ضد الشارع ونحن عندنا شيء هذا الكلام حصل، بس انه مش معناتها بس شو بعد في اكثر من هيك انه شو بتريدينا نعمل امبارح؟ نعلن الحرب تتكوني انت مرتاحه؟ انه شو كان لازم يعمل برايك العماد عون؟ انا صحفيه بتمنى اشوف عندي كهرباء ومي ومواطن لبناني بنفس الوقت وعندي شوارع مثل الخلق بس انت عندي بلد مثل الخلق مطلب مش هيدي المشكله بولا، مش هي المشكله بس ناس لازم تسمع شويه كمان شو عم بيصير بال اذا كل اللي اذا كل اللي حكيناه هلا ما عم بيكون واضح للناس انه ايه نعم في اعتراض وايه نعم نحن عم نسعى لمعالجه هذا الاعتراض ونحن عم وقفنا ونحن ما قلنا السله على الرسول عين. فاذا في وقائع عم تنحط بتمنى انه تكون ادق من هيك. طيب خلينا نتوقف مع فاصل وبعدين في اسئله كثيرة كنت بمعراب اليوم، ويقال انه حتى مع انه مرقت انه وعلنا داعم ترشيح العماد ميشيل عون اللي هذا الترشيح خلينا نقول اخذ شرعيه كبيره من معراب، في كلام انه استحق اليوم دكتور سمير جعجع انه انا كنت عم بعطل ترشيح سليمان فرنجية ما كان عنده ما له أساس هذا الكلام، هذا ما له أساس أبدا. طيب فاصل بس رايحك مش الفاصل رح نفوت بالتفاح وغير التفاح وبعد في خلينا نقول في كمان كلام خارجي أكيد لما نعطيك تفاح ممنون طالبين منك شغلة بالتفاحة كل حد عنده أنا سابقك فيها هيدي ما عندي شك دايما سباق لا مش دايما هلا بس بالتفاح